إقبال كبير على جناح الصناعات العسكرية بمعرض الإنتاج الجزائري في صورة تعكس التطور الحاصل بهذا المجال. نميرو أن جيش، تشوفي الماتريال الله يبارك وتشوفي الجيش هو نميرو أن. عندنا إمكانيات وعندنا مقومات نفتخر بها، وخاصة الجناح العسكري الحمد لله. يعني جبال الولاد باش يشوفوا واش عندنا كإمكانيات ولا واش نقدروا نخدموا في المنشآت العسكرية. يعني صراحة ما شاء الله تعرفنا على حوايج شفناهم ما كناش عارفين باللي كاينين ونقدروا نخدموهم في بلادنا. عجبني كل شيء مهما كانوا السلاح يتخدم لهنا في بلادنا ما شاء الله. تطور في مختلف مجالات وفروع الصناعات العسكرية، الميكانيكية منها النسيجية وصناعة المركبات والعتاد، واقع يساهم اليوم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. في هذا المعرض تشارك مؤسستنا بعلامتيها مرسيدس وسوناكوم لعرض مختلف المنتوجات الوطنية. تسعى المؤسسة إلى رفع نسبة الإنتاج وتلبية حاجيات السوق الوطنية. المجمع يفتح المجال لكل العاملين على الصناعة الميكانيكية في ميدان المناولة، وذلك لرفع نسبة الإدماج في ميدان الصناعة الميكانيكية. تهدف المؤسسة وذلك بالخبرة التي تمتلكها في مجال صناعة الأسلحة التي تفوق 30 سنة، وأيضا بفضل إطاراتها الذين يملكون من التكوين النوعي المتواصل ما يكفي، مما يجعل أن لديها هدف وذلك بتقليص فاتورة الاستيراد وتدعيم المنتوج الجزائري. الصناعات العسكرية التي حققت نسبة إدماج معتبرة في الاقتصاد من شأنها ترقية المنتوج الوطني وتعزيزه في السوق المحلية والأجنبية.